تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس قام بتفقد أعمال إنشاء محور ياس الرزق والمحاور الداعمة لربطه بمحور الحضارات وصلا لكورنيش النيل، مما يسهل الحركة على قاطن جنوب ووسط القاهرة مناطق المعادي وحلوان والمقطم ووسط القاهرة وصولا لكورنيش النيل دون اللجوء إلى الطريق الدائري أو طريق الأوتوستراد. سيادتك الكوبري طوله 900 متر كوبري هيربط سيادتك الوصله اللي هي جايه من محور ياسر رزق سيادتك لكوبري اللي هو صلاح الشاذلي. كوبري سيادتك طوله 700 متر. الكوبري ارتفاعه عالي جدا يا فندم، ارتفاعه في المنطقه ديت 45 متر. ده هيعمل نقله كبيره جدا. ده يا فندم ده هيعمل محور طوله 25 كيلو واصل من النيل عند نهر النيل مرن بمنطقه الحضارات لغايه يعدي منطقه المقطم بالكامل. رايح جاي طبعا. رايح جاي يا فندم، خمس حرارة كل اتجاه. يوصل لغايه جمال محمد علي، مخرج جمال محمد علي فندم. ده كله فندم بعد كده انتوا عاملين منسوب الميل معقول. الميل يا فندم منسوب معقول وهيخلص في وقت مش حد قوي. لا مش هيبقى حد يا فندم، هيبقى الميل معقول يا فندم. طبقا للكود يعني مش هيعدي الكود وهيبقى اقل منه كمان يا فندم. هيخلص يا فندم ان شاء الله. كان المفروض على التصميم بتاعنا الاولاني اللي هو الطبيعي هياخد سنه وثلاث شهور. احنا باذن الله ممكن ان شاء الله فندم نخلص شهر 7 الجاي 23 باذن الله ان شاء الله. سيادتك لو كنا هنشتغل بالنظام التقليدي يعني كان شايف مثلا بيصرف. فسيادتك احنا درسنا كذا حل عشان نشتغل بيهم في وقت واحد. سيادتك الارتفاع اللي هو اكتر من 45 متر هنشتغل اعمده من نظام الهيليكو، الاعمده اللي هي المفرغه. سيادتك ارتفاع العمود هيبقى 45 متر، بس هو طبعا صعب جدا في تنفيذه لان الشده بتبقى 45 متر مع بعضها وبيبقى الحائط بتاعه متر بس، فهو بيوفر كتير جدا في الخرسانه وبيسرع في الوقت شويه. الاعمده الاقل من كده هننفذها من النظام العادي. الكمر سيادتك اللي بيتعمل هعمله برده باسلوبين انشائيين، نظام البري ستريس ونظام بري كاست. وانتهاء المحور ده يا فندم هيكون ربطنا المنطقه بتاعه كورنيش النيل عبر دوكو جوبر الدكتور صلاح الشاذلي منها الى محور ياس الرزق بالمنطقه شرق القاهره ومنطقه جنوب القاهره والمقطم. يعني احنا هنا واقفين دلوقتي هنا فين؟ احنا واقفين ده متحف الحضارات ماشي، وده اللي احنا عايزين نبينه. تمام. الفكره هنا اللي هتتعمل الكوبري اللي احنا بنتكلم على ارتفاعه 75 متر اللي هو منسوب الجبل ده لغايه الارض تحت، اللي هي المعدات اللي شغاله تحت بنزل بالظبط عشان تربط مع عشان تربط فندم مع كوبري الدكتور صلاح الشاذلي اللي في اليمين ده فندم، ومنه لكورنيش النيل، وهيبقى عندنا كوبري. الهدف هو عمل نقل الحركه المروريه بشكل غير مسبوق. بالظبط كده بالظبط. الناس ممكن تطلع من قدام القلعه، ممكن نطلع فندم من صلاح سالم يعني نطلع شرق القاهره او نيجي من منطقه كورنيش النيل هنا تمام، ونطلع برضو يا اما المقطم ومنها لشرق القاهره، وكده خففنا الضغط على الطريق الضيق، وده بيعتبر استكمال للخطه اللي سيادتك امرت ووجهت لتطوير عدد من الطرق والمحاور فيها. اول محور فيهم يا فندم هو محور بياس الرزق، وده يا فندم بيربط بين محور صلاح سالم ومحور الاوتوستراد لربطه بمحور حسب الله كفراوي وسميره موسى بطول 9 كيلو متر وعرض 5 حاره مروريه في كل اتجاه، كما يتم انشاء محور سميره موسى بطول 12 كيلو متر وعرض 5 حاره مروريه لكل اتجاه، وتم تحرير الحركه المروريه فيها يا فندم بانشاء عدد 4 كوبري بالاضافه لثلاث انفاق. دي عباره عن طريق بطول 2 كيلو متر، اولهم يا فندم عباره عن كوبري بطول 900 متر وعرض 27 متر بارتفاع يصل الى 45 متر، بيتم تنفيذه باحدث الاساليب الهندسيه، وده فندم للربطه على محور ياس الرزق، بالاضافه ان هو تم تنفيذه باحدث الاساليب الهندسيه لتعديل المخطط الزمني، بالاضافه لطريق بطول كيلو كيلو 100 بيصل كميات الحفر والردن فيه يا فندم الى 800,000 متر اللي احنا واقفين عليه، بيصل كميات الحفر والردن فيه الى 800,000 متر مكعب. بالاضافه لكده يا فندم بيتم تطوير طريق كورنيش المقطم بطول 7 كيلو بعرض 2 حاره مروريه كل اتجاه في المنطقه من محور حسب الله كفراوي حتى شارع 9. بالاضافه لكده يا فندم سيادتك صدقتوا وشغالين دلوقتي فيه بتطوير شارع 9 من ميدان رساله وحتى ربطه مع محور رئيس الرزق بعرض 6 حاره مروريه لكل اتجاه عدا المنطقه من ميدان الشرق وحتى ميدان مسجد الحمد، دي بعرض 5 حاره مروريه لكل اتجاه. ويا مرحبا. متشكرين. كما تفقد سيادته أعمال تطوير منطقة المقطم وكذا تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى لخدمة أهالي المقطم. فبالدراسة يا فندم والعرض على سيادتك، سيادتك صدقت على إنشاء حائط ثاني يا فندم بطول 900 متر في قطاعات مختلفة يا فندم اللي فيها المشاكل الإنشائية للهضبة واللي كان يعود زمانها لسنة 2000، كان حصل تآكل للجبل يا فندم أمام سيادتك، ده حد الجبل القديم وتم معالجته في حينه يا فندم عن طريق الردم بأنواع مختلفة من التربة الغير متجانسة، وبالتالي يا فندم بعيدا عن تنفيذ محور ياسر رزق وجدنا ان في صعوبه في الحفاظ على سلامه الهضبه الانشائيه يا فندم حتى مع انشاء محور كورنيش المقطم وياسر رزق، وتم يا فندم بالفعل اجراء اعمال الجسات والتصميمات وبدانا فندم التنفيذ عن طريق انشاء حائط
بارتفاع يصل من 6 ل 18 متر يا فندم، وباساسات عميقه تصل الى 3 صفوف من الاساسات العميقه، وسمك الحائط يا فندم هيوصل ان شاء الله لمتر، وتدعيمه كل 6 متر يا فندم بدعامات عموديه لضمان يا فندم اولا اعمال الردم اللي هتتم باسلوب انشائي سليم ان شاء الله، تحافظ على اولا سلامه محور كورنيش المقطم الجاري تنفيذه، وفي نفس الوقت يا فندم عدم تاثيرها على محور ياسر رزق الجاري تنفيذه. اي امطار هنا او هنا ما عندناش مشكله ان شاء الله فندم باذن الله. باذن الله فندم. تم دراستها فندم تماما، وان شاء الله في بعض القطاعات هيبقى فيها تدبيش بدون مونه عشان يبقى في فلتر للميه، بعد كده عاملين له سايد حاجه زي ميول جانبيه سيادتك تجمع ميه الامطار دي، او بلاطات خلصانيه لحمايه الاجناب باذن الله. وان شاء الله فندم مخططين باذن الله الطريق بالكامل ان شاء الله هيبقى خلصان 30/12، عدا فندم المنطقه اللي هي فيها الحائط الساند دي طولها كيلو يا فندم، المنطقه دي ان شاء الله هياخد مده تنفيذها باذن الله 4 شهور، ولكن 30/12 هيبقى مفتحين ان شاء الله على الاقل 3 حاره في الاتجاه ده يا فندم ان شاء الله. يعني الطريق هيبقى شغال باذن الله. يعني هنخلص امتى ان شاء الله يا فندم؟ 30/12 الطريق بالكامل، المنطقه دي يا فندم هيبقى مفتوح برده فيها الطريق، هيبقى فيها حالتين بس سيادتك، هيتاخروا ان شاء الله ل 30 يناير او 15 فبراير شهر كمان او اثنين باذن الله يا فندم. شكرا باذن الله يا فندم. شكرا كما تفقد سيادته ايضا اعمال انشاء طرق جديده تربط بين محور حسب الله الكفراوي والطريق الدائري ومحور الشهيد لتخفيف الاعباء عن الطريق الدائري. استكمالا لاعمال تطوير وانشاء طرق ومحاور جنوب القاهره وربطها على محاور شمال وشرق القاهره وصولا للقاهره الجديده والعاصمه الاداريه الجديده. سيادتك صدقت يا فندم بانشاء وتطوير شبكه طرق منطقة زهراء المعادي والطرق المحيطة بمحور حسب الله الكفراوي بإجمالي أطوال 35 كيلومتر، 5 حارة مرورية لكل اتجاه، بإجمالي 10 حارة مرورية تصل إلى 16 حركة مرورية في المناطق السكنية والخدمية لضمان استمرارية المرور وخدمة المواطنين. المنطقة اللي سيادتك مشرفنا فيها فندم تم تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 9 كيلومتر. الطرق دي يا فندم تم حفر أكثر من 600,000 متر مكعب في تربة صخرية وباستخدام المعدات الميكانيكية، وتم ردم أكثر من 100,000 متر مكعب بأكثر باستخدام المعايير الجودة. سيادتك يا فندم كده قدرنا نربط القادم من طريق الأوتوستراد وطريق الصعيد الحر وحلوان بطريق العين السخنة مرورا بمحور محمد عزت عادل، وتم ربط القادم من محور الشهيد بمحور محمد عزت عادل ومنه إلى كورنيش النيل ومناطق جنوب القاهرة، وتم ربط القادم من المقطم ومحور ياسر رزق والقادم من المنيب بطريق العين السخنة. وبكده يا فندم تم إنشاء مجموعة من الطرق موازية للطريق الدائري لتخفيف العبء المروري على الطريق الدائري، خاصة يا فندم إنه بيتم مشروع الأوتوبيس الترددي. وبكده يا فندم نقدر نوفر الاستهلاك المحروقات وتوفير في زمن الرحلة. وتم فندم التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء وتطوير البنية التحتية، وبالفعل يا فندم تم تطوير وإنشاء البنية التحتية من مياه وغاز وصرف وكهرباء. قبل ما نقفل الطرق يا فندم لخدمة المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من أعمال الإنشاء والتطوير. وزي ما سيادتك أمرت يا فندم تم قطع طريق العين السخنة، وتم عمل التحويلات المرورية اللازمة لضمان سيولة الحركة المرورية. شغالين في النفق جاري الأعمال الإنشائية في النفق. هيخلص امتى ان شاء الله؟ زي ما وعدنا سيادتك يا فندم في ان شاء الله شهر 2. طب انا بس ودي هنا اوضح حاجة مهمة قوي. اتفضل. احنا بنقول ايه؟ بنقول احنا بنعمل محاور موازية للطريق الدائري، مش كده؟ تمام يا فندم. وبنعمل في نفس الوقت في كل كتلة سكانية موجودة شبكة طرق تخدم على سكانها. تمام. بحيث النهاردة بدل ما انا لو انا موجود يعني الساكن في منطقه زهراء المعادي محمد عزت عادل او زهراء المعادي وابقى محتاج اروح لغايه الدائره عشان اتحرك عليه، لا ده انا عندي طريق موازي اهو محور اتحرك عليه بسهوله جدا جدا. انا عندي ملحوظه شفتها الدوائر المرور بتاعتكم ديت. تمام. في الحقيقه مش كيفكم بالغين فيها قوي في اتساعها. انا اقصد اقول كانت ملحوظه بالنسبه لي ان اللي بيتحركين بينحرفوا شديدا جدا في عشان يتحركوا داخل الدوائر دي. تمام. احنا بنضمن يا فندم ان اللي قادم يقدر ياخد سرعته لدخول الدوران. طيب ايه تاني عندك؟ القطاعات الانشائيه بعد التطوير يا فندم. طيب 5 حارة مروريه والمناطق اللي قلت سيادتك 16 حاره مروريه، 5 و3 حاره خدمه لخدمه المواطنين وضمان استمراريه حركه مروريه على الطريق الرئيسي.
في حاجه برضه في المنطقه هنا او في التصميم اللي انتوا شغالين بيه، حسيت ان احنا ممكن نضيف حاجه. لو انتوا لقيتوا حاجه كمصممين طرق ومنفذين للطرق دي في المنطقه اللي انتوا فيها غير اللي احنا عاملينه، اطرحوه عليا. تمام يا فندم، استنى الدراسه وعرض على سيادتك. مش كده يا محمود؟ اول ما نشوف.